فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة ماذا يدل عليه؟ على الاستحباب أم على الوجوب؟ لقول الصحابي في استفتاح الصلاة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. فهل تقال يعني في استفتاح الصلاة في هذا؟ إذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا على فعل عبادة فإن كانت من هديه فهي مستحبة، وإن كانت من غير هديه لكن أقر عليها فهي من القسم الجائز الذي إذا فعله الإنسان لا ينكر عليه. مثاله أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية، فكان إذا قرأ في الصلاة يختم بقول هو الله أحد، كلما قرأ ختم بقول هو الله أحد، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقر. ولكن هذا ليس من السنة، لأنه لو كان من السنة لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام.